تحياتي للجميع مرة أخرى أيها الأصدقاء في مسلسلنا زهور الدم. هل تعتقدون أن هذا الطلاق سيقع؟ هل سيجلس ديلان وباران على طاولة الزفاف مرة أخرى طواعية؟ هل ستتم هذه العملية على هذا النحو؟ إذا كان هذا هو الحال فقد يصبح الوضع أكثر حدة. يمكننا أن نشهد ألم انفصال ديلان وباران، كما أن هناك احتمال أن يسافر ديلان إلى الخارج وينهي دراسته ويعود. سيبقى ديلان وباران في معضلة كبيرة في علاقتهما. يتقدم الزوجان في تناسق جيد وسيء، فبينما كانا يمزحان ويرقصان قبل دقيقتين يمكن أن نرى بعد دقيقتين أن نرى السيوف مسلولة. أين هي المشاهد في منزل تلك الخالة؟ وأين هي المشاهد الآن؟ استيقظ سراب للتو. صباح الخير، يقول باران أنه مغرم بهذه الفتاة. هل يتحرش بك باران؟ إنه يستمر في الدوران حول ديلان. لماذا هؤلاء الفتيات يقعن في الحب بسرعة؟ فراد هو الوحيد الذي لم يعاني من آلام الحب. إنه مغرم بجنون بتقول. يبدو أن حسن لا يسمح بهذا الوضع، لكن هذا لا يهم كثيراً. إذا ذهبا وتزوجا دون أن يعلنا عن زواجهما فهذا أفضل، وإلا فإن الأمر صعب عليهما. نعم أصدقائي، لا تنسوا مشاركتنا بآرائكم حول الحلقة الأخيرة من مسلسلنا في قسم التعليقات. هذا كل ما لدينا الآن، ولا تنسوا أيضاً الاشتراك في قناتنا والإعجاب بفيديوهاتنا لاستمرار مثل هذا المحتوى. وداعاً إلى اللقاء في فيديوهاتنا الأخرى.